بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك. وفي البرقية أكد رئيس مجلس النواب ثقته بأن القيادة الحكيمة للدولة المصرية سوف تمكنها من تخطي كل الصعاب لتحقيق مستقبل أفضل يكفل حياة كريمة آمنة لنا وللأجيال القادمة. وأعرب رئيس مجلس النواب عن تمنياته بأن تحقق مصر تحت قيادة الرئيس السيسي كل ما تصبو إليه من تقدم وازدهار.